انا صديقتي قوي مدام فيفي طبعا، وعزه زي بنتي بالظبط، و دي كلها واجب وست جدع. مدام فيفي عبد ما بتسيبناش في اي موقف، بتقف معانا في كل المواقف، والحقيقه هي نفسها دلوقتي عاجزه عن انها تعمل اي حاجه، لان المصاب قديم جدا، ولان بنتها نفسيا متدمره، ولان حفيدتها نفسيتها صعب قوي قوي. فربنا يعينهم، ربنا يرحمك يا محمود ويسكنك فسيح جناته ان شاء الله، ويغفر لك باذن الله.